السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأوسام الشهيرة في الـ HTML الوسم اللي هو الهيد. عندي هيد واحد هيد من 1 لـ 6، ده اللي هو مقاس الكتابة أو شكل الكتابة عامل ازاي. ما دام فتحناه لازم نقفله ونكتب جواه مثلا هلو وورلد، وخلينا ناخد كده كوبي وخلينا ده مثلا ده 1، بعد كده 2 3 3 4 4 5 5 6 6، واقول له عايز اشوف المصفح لايف بريفيو. يظهر معايا بالشكل دوت. طيب لو عايز اخلي هلو وورلد ديت واحد فيهم في سطر والتانية في سطر اخر، فبعمل الوسم اللي هو بي ار، وده وسم ما بيحتاجش ان انا اقفله. اهو قسم دي لهلو وورلد، خلى دي في سطر ودي في سطر. طيب لو انا عايز اعمل لينك اخلي فيه كلمة معينة لما ادوس عليها تروح مثلا ل H6 ديت، فرض ان الصفحة كبيرة وليكن مثلا 2 مكرر كتير. طيب هاجي هنا مثلا وهقول له ID بيساوي، واديله اسم مثلا QQQ، تمام. فهنا عايز اعمل الكلمه هنا اللي وورلد دي، اول ما ادوس عليها تنزل للكيو كيو اللي تحت خالص. فهعمل هنا وسم اللي هو الايه، واقفل الوسم دوت، وبعد كده هاجي هنا في الايه اقول له href هتساوي، وبعد كده اقول له QQQ، تمام. طيب بالشكل دوت اجي هنا اقول له هلو وورلد، الاقيه نزل لي للصفحه اللي تحت على طول. اول ما بدوس على اللينك بيبدا يروح لل H6 اللي هي الاي دي اللي بتساوي QQ.